بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، نظم النادي بعد ظهر اليوم السباق 16 لهذا الموسم، والذي أقيم على كأس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل وكأس الشركة الأيرلندية لتسويق خيول السباق، وذلك على مضمار السباق بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ محمد بن راشد بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ هاشم بن محمد بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان الخليفة وممثلو الجهة الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وقد قام السيد توفيق شرف العلوي مدير عام نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بتقديم كأس النادي للشوط السابع إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة، فيما قدم السيد شارلز أونيل المدير التنفيذي للشركة الأيرلندية لتسويق خيول السباق كأس الشركة إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة، كما قدم كأسين تذكاريين إلى المضمر الفائز بالشوط هشام الحداد وكأس الفارس الفائز حسين مكي. وقد اشتمل السباق على 8 أشواط.